بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية، ونستأنف مع كتاب ديال ليغ اي كومبخوندر، ومع هذه القصة لو ليفغ اي لو سيربون. لو ليفغ اي لو سيربون، أرنب البر كما نقول، اي لو سيربون هو الأفعى أو التعبان أو الحية. لو ليفغ في لو باغي داتخابي ان سيربون افيك ان باطون، إل ساسيي بخي دون سورس اي أطون. لو ليفغ في لو باغي، هذا الأرنب أنه قام ب مراهنة، طبعا لو باغي المقصود به المراهنة أو المخاطرة، دات خابي أن سيربون بالقبض على تعبان أفيك أن باطون بواسطة عصا. إيل ساسيي، إيل ساسيي، طبعا عندنا هنا لو فيرب ساسواغ، لو فيرب ساسواغ يعني فعل جلسة. إذا عندنا هنا لو فيرب ساسواغ، إيل ساسيي، إذا هو يجلس بخي دون سورس، يعني قرب منبع. إذن هو جلس قرب منبع ماء، اي اطون، ثم ينتظر. اي اطون، عندنا هنا لو فيرب اطوند، ماشي اونتوند. اونتوند يعني انك تسمع، هنا اطوند. اطوند هذا فعل انتظر، اي اطون، ثم ينتظر. لو ليفغ في لو باغي داتخابي ان سيربون افيك ان باطون، الارنب هنا قام بمراهنه وقال بانه يستطيع القبض على تعبان avec un bâton بواسطة عصا. il s'assied، إذن هو اللي يقوم بهذا الأمر، هو جلس. il s'assied يعني أنه جلس près d'une source، قرب منبع. et attend، ثم ينتظر. ثم انتظر بمعنى آخر، et attend، ثم ينتظر، المقصود به هنا ثم انتظر. un serpent arriva pour se désaltérer à son tour، إذن عندنا التعبان arriva، arriva، إذن عندنا le verbe arriver يعني فعل وصل. Un serpent arriva. إذا نتكلم عن تعبان أنه وصل. Le verbe arriver مصرف لو باسي سامبل. طبعا لو باسي سامبل أنه تيصلح لرواية القصة. هذه من الأدوار ديال لو باسي سامبل. لماذا هو يصلح لهذا الدور؟ لأن لو باسي سامبل كما نعرف يفيد السرعة. عندما نقول Un serpent arriva، كما لو نتكلم عن تعبان وصل بسرعة ما. وصل بسرعة ما، وهذا يعطي للقصة حيوية في الحقيقة. ان سيربون اريفا، إذا نتكلم عن تعبان وصل، بوغ سو ديزالتيغي، كما نقول ليسقي نفسه، ليسقي نفسه أو ليستسقي أسون تور بدوره، يعني في دوره. دي كي لوفي، بمجرد أن رآه، دي كي لوفي، بمجرد أن رآه. طبعا عندنا لو فيغ فواغ أيضا في لو باسي سامبل، دي كي لوفي. بمجرد أن رآه، بمجرد أن رأى الأرنب التعبان، بمجرد أن الأرنب رأى التعبان، لو ليافا كومونسا أ مارشي، لو ليافا كومونسا أ مارشي لو لون دو باطون، أن كونتون سي با، أن كريون دو توت سي فورس، دي كي لو في، لو ليافا كومونسا أ مارشي لو لون دو باطون، إذا طبعا الأرنب كومونسا بدأ. عندنا لو فيرب كومونسي ايضا مصرف لو باسي سامبل ا مارشي، اذا هو بدا في المشي لو لون، لو لون على طول دي باطون، على طول دي باطون، على طول العصا. اون كونتون، طبعا عندنا هنا لو فيرب كونتي، كونتي يعني انك تعد. اذا هذا الارنب بدا يسير بجانب العصا اون كونتون، يعني كما نقول عادا، عادا وهو يعد، وهو يعد سيبا، وهو يعد خطواته. اون كونتون سيبا، وهو يعد خطواته. اون كريون، اون كريون يعني صارخا، وهو يصرخ في نفس الوقت. دو توت سي فورس، دو توت سي فورس، بكل قوه. اذا بدا يصرخ بكل قوه. ماذا يقول؟ دو با، تخوا با، كاتر با. اذا يقول خطوتين، ثلاثه خطوات، اربعه خطوات. نو نو جامي، لا 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 يمكن. جامي كما نقول بتاتا، جامي تأتي في لانيغاسيون عندما نريد القول بأن هذا الأمر لم يحدث بتاتا. إذا كما نقول هذا لا يمكن، جامي. ثم يقول سانك با، خمس خطوات. سوني با شوز بوسيبل اون فيغيتي، ليس شيئا ممكنا في الحقيقة. سوني با شوز بوسيبل اون فيغيتي، ليس شيئا ممكنا في الحقيقة. ثم يقول سي با، ست خطوات. كومون بوتون كخواغ اون شوز باغاي، كومون بوتون كخواغ اون شوز باغاي.
كيف لنا أن نؤمن بشيء كهذا؟ ثم يقول سيبا ستة خطوات، ثم يستدرك فيقول كومون بوتون كخواغ إن شوز باغاي، كيف لنا أن نؤمن بشيء مثل هذا؟ كيف لنا أن نؤمن بشيء مثيل؟ كومون بوتون كخواغ إن شوز باغاي، كيف لنا أن نؤمن بشيء مثيل؟ المقصود كيف لنا أن نصدق شيئا كهذا بست خطوات؟ ثم يقول ست با ست با ست با، ثم يقول ست با ست با أو بيا ست با، ممكن أنه يتعجب فيقول ست با سبعة خطوات، نو نو إيه نو لا لا ثم لا، يعني لا يمكن أن يكون هذا. ثم يقول il n'est pas assez grand pour ça، il n'est pas assez grand pour ça، il n'est pas assez grand pour ça، هو ليس كبيرا لأجل هذا، هو ليس كبيرا مثل هذا. لو سيربون ساغيطا تو سيربخي، التعبان ساغيطا، طبعا عندنا لو فيرب ساغيطي يعني توقف، اغيطي يعني واحد الفاعل يقوم بإيقاف شيء أو شخص آخر. إذا نتكلم عن لو فيرب اغيطي، هنا عندنا لو فيرب ساغيطي لو سيربون ساغيطا، كما نقول بأن التعبان أوقف نفسه، المقصود أنه توقف تو سيربخي يعني كله متفاجئا ينظر للأرنب وهو يعد، ثم يتعجب من هذه الخطوات، ماذا يريد القول بهذا الكلام، لماذا يعد خطواته ويتعجب. سودغيسا سودغيسا المقصود أنه انتصب، لوغير دغيسا المقصود أنك توقف شيئا، أنك تنصب شيئا، مثلا تنصب تمثالا، أنك تجعله وقفا، أو تنصب خيمة، أو تنصب عمودا إلى غير ذلك. إذن هنا عندنا لو فيغ سودغيسي يعني أن التعبان جعل نفسه واقفا، سودغيسا أنه توقف أو انتصب، تضغوا يعني مستقيما، وقف مستقيما سور ساكو على ديله، وقف على ديله مستقيما وهو يتعجب. غوغارد لو ليفغ لا بلا، نظر إلى الأرنب ثم ناداه غوغارد، طبعا عندنا لو فيغ غوغاردي لو ليفغ يعني الأرنب البري إلى بلا، طبعا عندنا لو فيرب أبلي إلى بلا وناداه، إذن غوغاردا سي لو فيرب غوغاردي هذا فعل نظرة. ماذا قال له؟ ليفغ يا أرنب كو ديتي، إذن نظر إليه وناداه ثم قال له ليفغ كو ديتي يعني يا أرنب ماذا تقول؟ مي كو ديتي دونك، مي كو ديتي دونك، ولكن ماذا تقول إذن؟ مي كو ديتي دونك، ولكن ماذا تقول إذن؟ ثم يقول له الأرنب أو نون بارلون با، أو نون بارلون با، أو نون بارلون با، يعني لا نذكر هذا، المقصود يعني بلا ما نتكلموا على هذا الشيء. إل ساجي دون شوز تو تافي امبوسيبل، يتعلق الأمر، إل ساجي يعني يتعلق الأمر، إل ساجي يتعلق الأمر دون شوز تو تافي امبوسيبل، يتعلق الأمر بشيء غير ممكن إطلاقا، تو تافي تطفي كما نقول إطلاقا، امبوسيبل غير ممكن. ثم يقول له ميكوا دونك، ميكوا دونك، ولكن ماذا هو هذا الشيء إذن؟ ما هو هذا الشيء إذن؟ ميكوا دونك، ولكن ماذا إذن؟ ميكوا دونك، ولكن ماذا إذن؟ إذن ولكن ما هو هذا الشيء إذن؟ ثم يقول له الأرنب كيلكا ما غاكونتي كوزيتي أوسيلون كلو باطون كوفوسي، كيلكا ما غاكونتي كوزيتي أوسيلون كلو باطون كوفوسي، شخص ما أحدهم قال لي بأنك أنت أيضا طويل كلو باطون مثل العصا كوفوسي، هذه العصا، كيلكا ما غاكونتي كوفوزيتي أوسيلون كلو باطون كوفوسي، مي جو سي بيان كو فونيت با أوسي غران كو سا، ولكن أنا أعرف جيدا، مي جو سي بيان سي لو فيرب سافوار، عندنا هنا لو فيرب سافوار في البريزون، نقول Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent, هم يعرفون. هنا عندنا mais je sais, ولكن أنا أعرف bien جيدا que بأنه vous n'êtes pas aussi grand, أنتم لستم أيضا طويلين que ça, كهذا. فيقول التعبان tu plaisantes, lièvre, s'écria le serpent. Tu plaisantes, lièvre. Tu plaisantes, lièvre. S'écria le serpent. Ante temzah ya arnab. S'écria le serpent. Qala at-tu'ban.
فريموتي بليزون، حقيقة أنت تمزح. وكأنه قال له والله إنك تمزح. فريموتي بليزون، حقيقة أنت تمزح. إيل سومي أغيكاني، إيل سومي أغيكاني. ثم بدأ يسخر. طبعا كما رأينا فيما سبق عدنا هنا عبارة سوميتر أ، نعرف أولا بأن لو فيرب متر أنه يعني وضع، لو فيرب متر أنه يعني وضع، سوميتر كما نقول أنه يضع نفسه. هنا عدنا سوميتر أ، هنا عدنا سوميتر أ، المقصود به أنه بدأ في إيل سومي أغيكاني ثم بدأ يسخر. طبعا لو فيرب أغيكاني المقصود به ساخرة، إي أغومبي، ثم أنه يزحف دون لغب في العشب. عندما سمع كلام الأرنب بدأ يسخر، إيل سومي أغيكاني، ثم بدأ يسخر، إي أغومبي دون لغب، بدأ في الزحف في العشب أوتور دي ليافغ حول الأرنب، بدأ يسخر ثم يزحف داخل العشب حول الأرنب. تون سيفلون وهو يصفر. طبعا عندنا هنا لو فيرب سيفلي، سيفلي أنك تصفر، أنك تحدث صفيرا. تون سيفلون وهو يصفر. ثم يقول التعبان جو سوي أوسي لون كو لو باتون، أنا طويل أيضا مثل العصا. جو سوي أوسي لون كو لو باتون، أنا أيضا طويل كالعصا. جو سوي أوسي لون كو لو باتون، أنا أيضا طويل كالعصا. ميلو ليافر سوكوا سي دو زوغاي إيدي، ميلو ليافر سوكوا سي دو زوغاي إيدي، ميلو ليافر سوكوا سي دو زوغاي إيدي. ولكن الأرنب حرك أذنيه. طبعا عندنا هنا لو فيرب سوكوي، ومن كلمة سوكوس، ومن كلمة سوكوس. إذا نتكلم عن رجة، تنقولوا كاين السوكوس هنا، كاين هذيك الرجة أو القفزة إلى غير ذلك. إذا نتكلم هنا عن لو فيرب سوكوي، يعني أنه كما نقول أنه حرك أذنيه. مالو ليافا، ولكن الأرنب سوكوا سيدو زوغاي إيدي، أنه حرك أذنيه ثم قال نو أون فيغيتي نو فو نو ليت با، نو أون فيغيتي نو فو نو ليت با، يعني لا الحقيقة لا فو نو ليت با، أنت لسته، أنت لسته، المقصود أنت لست كما تقول، أنت لست كما تقول. ثم تو كخوا سولا، دي لو سيربون، أنت تظن هذا، تو كخوا سولا. تي كخوا سولا، انت تظن هذا. طبعا عندنا هنا لو فيرب كخواغ، لو فيرب كخواغ يعني انك تظن شيئا، انك تصدق شيئا، انك تعتقد شيئا. تي كخوا سولا، انت تظن هذا. دي لو سيربون فيغيو ديتر بخي بوغ ان مونتور، دي لو سيربون. قال التعبان فيغيو كما نقول انه غاضب. التعبان عندما سمع كلام الارنب طبعا غاضب، فقال له تي كخوا سولا، انت تظن هذا. دي لو سيربون فيغيو، يعني قال التعبان غاضبا داتر بخي، داتر بخي، ان يكون ماخوذا. طبعا عندنا نبخي هذا لو فيرب بروند، ان يكون ماخوذا بوغ ان مونتور، لكاذب، بوغ ان مونتور، لكاذب، كونه اعتبر ككاذب. مادام ان الارنب لم يصدق كلام التعبان الذي قال له بأنني أنا أيضا طويل كهذه العصا، ما دام أنك لم تصدقني في هذا الكلام فأنت كذبتني وبالتالي اعتبرتني كاذبا. إذا طبعا التعبان هنا غاضبة. تي كخوا سولا، أنت تظن هذا. دي لو سيربون فيغيو ديتر بخي بوغ ان مونتور، يعني قال التعبان الغاضب ديتر بخي، أن يكون مأخوذا بوغ ان مونتور، بوغ ان مونتور يعني ككاذب، من أجل كاذبون، بمعنى آخر أنه اعتبر كاذبا. إي بيان جو في مو ميتر أكوتي دو سو باتون، إي بيان جو في مو ميتر أكوتي دو سو باتون، جيد أنا سأضع نفسي بالقرب هذا العصا. جو في مو ميتر، طبعا هنا كما تلاحظوا عندنا لو فيغ سو ميتر، يعني أنك تضع نفسك كما قلنا قبل قليل. جو في مو ميتر يعني أنني سأضع نفسي. عندنا لو فيغ ألينا هو جاء فقط كمساعد لكي نصرف من خلاله فعلا اخر. وتنعرف بان لو فيرب الي هو مكون اساسي في لو فيتور بروش، لو فيتور بروش المستقبل القريب، المستقبل القريب. نقول مثلا جو في سورتيغ، المقصود بهذا الكلام انا ساخرج قريبا، اذا نتكلم عن المستقبل قريب. هنا عندنا جو في مو ميتر، انا ساضع نفسي قريبا بعد لحظات، بمعنى اخر
côté de ce bâton بالقرب من هذه العصا. À côté de ce bâton بالقرب من هذه العصا. Et tu verras. وأنت سترى. عندنا le verbe voir au futur simple. À quoi je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront, يعني هم سيرون. Et tu verras, وأنت سترى, que je suis aussi grand que lui. لأنني أنا كبير أيضا مثله. إذن كما نرى في الصورة الأولى التعبان والأرنب، ثم في الصورة الثانية الحيلة التي ستنطوي على التعبان. Et le serpent s'allongea te contre le bâton. والتعبان s'allongea. عدنا le verbe s'allonger. أولا نأخذ le verbe allonger. Le verbe allonger أنك تمد شيئا، أنك تجعله ممتدا. هنا عندنا s'allonger يعني أنك تتمدد، أنك تمتد. Et le serpent s'allongea. ثم أن التعبان كما نقول أنه تمدد. طبعا عندنا هنا لو فيرب سالونجي، هاد او اللي خلينا هنا مرجي، هذه فقط حتى لا نقرا سالونجا. حسب القواعد المعروفه هاد او ما خصهاش تكون هنا، لكن هنا احتفظنا بها من فعل سالونجي حتى لا نقول سالونجا. نحتفظ على او حتى يعطي حرف جي الصوت ج ولا يعطي الصوت ج. وكما نعلم طبعا جي يعطي أيضا صوت ج، كما هو في حال فعل غاني كما نرى في أسفل النص. إلو سيربون سالونجا، والتعبان تمدد تو كونتخ لو باطون، كله كما نقول ضد العصا. المقصود هنا كله بجانب العصا. إلو سيربون سالونجا تو كونتخ لو باطون، والتعبان تمدد كله القرب من العصا. نوتخ مالال ياذا في أمبو. إذا نطخ ملال ياذا. كما نتكلم عن صديقنا الأرنب، هنا عندنا أرنبنا الشاطر أو أرنبنا الذكي أو أرنبنا الماكر. طبعا ملا تعني ذكي، تعني شاطر، تعني ماكر. نطخ ملال ياذا، إذا نتكلم عن أرنبنا الشاطر أو الماكر إلى غير ذلك. في أمبو أنه قام بقفزة. طبعا عندنا لو فيغ فيغ في الباسي سامبل. في أمبو يعني أنه قام بقفزة. أطاشا لو سيربون أو باطون. أطاشا طبعا عندنا لو فيرب أطاشي أو باسي سامبل. عندنا لو فيرب أطاشي أو باسي سامبل. أطاشا لو سيربون أو باطون يعني أنه ربط التعبان أو باطون على العصا. ألياه ألياه على الطيط، ربط على الرأس. ألياه على كه، ربط على الديل. ألياه على كه، ربط على الديل. ألياه أو ميليو دي كور. الياه او ميليو دي كور، ثم ربط في وسط الجسم. طبعا نتحدث عن جسم التعبان. اي صيغه، طبعا عندنا هنا لو فيرب صيغي. صيغي يعني انك تشد، يعني انك تربط بشده، انك تشد بمعنى اخر. ايل صيغا طون اي سي بيان كو لو سيربون طون اي سي بيان، يعني بحيث بمعنى اخر. طون اي سي بيان كما نقول بحيث او بشكل او بطريقه ما. كو لو سيربون بحيث أن التعبان نو بو بلي بوجي، لا يستطيع. نو بي عندنا هنا لو فيغ بوفوار يعني استطاع، هنا عندنا نو بو بلي يعني أنه لن يستطيع بوجي الحركة. بوجي المقصود بها تحركة، هنا عندنا الحركة. بحيث أن التعبان لا يستطيع الحركة. إلو لياف غانيا سون باغي، والأرنب ربح رهانه. إلو لياف غانيا سون باغي. إلو لياف غانيا سون باغي، وهكذا الأرنب ربح رهانه. وهكذا الأرنب يربح رهانه بأنه يستطيع القبض على التعبان بواسطة عصا. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.